طب عموما انا ماشي، عايز حاجه؟ بصراحه انا عايز عليا. هو انت ينفع تبقي معايا النهارده؟ هتعتبر نفسك يا يونس في ايه؟ انت كنت وانت عبيط يالا ولا ايه؟ انا مش قصدي يا عليا، مش قصدي، بس انا اصلي مش متعود ابات في البيت وماما مش فيه. شوف لك كلبه. كلبه ايه يا عليا؟ ما تحترمي نفسك. الله، ايه كلبه دي؟ ايه يعني؟ بقول لك شوف لك كلبه تشتريها تقعد معاك في البيت تونسك. انا قلت حاجه غلط؟ لا لا، كلبه ايه ده؟ انا ماما زمان اشتريت كلبه، ماما كانت هتطردني من البيت الله يرحمها بقى. كانت اكتر حاجه تكرهها الكلاب، وانت كانت تقول لي كلبه ايه يا يونس؟ انت عايز تجيب لنا فقر في البيت؟ بس الكلام ما بتجيبش فقر في البيت يا يونس. لا، كلبه هنا كان قصدها انت، قالت لي انت كده هتجيب لنا النحس. انا نحس يا يونس؟ لا، نحس هنا كان قصدها الكلبه. طب سلام يا يونس. سلام.